غماز يمين، وريني وقفتك محمد باتجاه اليمين. بعد كمان، وبس يجي كير في اليمين بتحط العجل جنب الزاوية ويدير بالك بوز السيارة يطلع عن مستوى الحافة. بس شمال يمين شمال، لما بدي اروح يمين الشمال بنتبه عليها مرتين، ولما بدي اروح شمال اليمين بنتبه عليها مرتين. اطلع. طبعا الوقفة لازم من 3 إلى 6 ثواني، تذكروا هذا الكلام. بنزين، طب كم امشي هون؟ امشي 40 صديقي، امشي 40، حسس بالنشاط. ومجرد ما قربت على الدوار بمسافة 50 متر بلش المس بالبريك، بيطمئن الفاحص، بيعرف انك ناوي تهدي فما بيخاف وبيدعس بريك عنك. غمازك نسيته؟ الدوار هذا مسربين، خذ المسرب الخارجي، غماز يمين صديقي مش شمال. في حدا؟ يلا روح. طبعا نسي محمد سايق العمومي يزمر للسيارة اللي واقفة على اليمين ويحط عنها غماز شمال ويبعد عنها مسافة فتحة بابه، أو بولد صغير عمره 4 سنين نط من ورا السيارات. شو رأيك في سواقتك القانونية، ناجحة ولا بدك تدريب؟ إيه؟ والله بدك تدريب. أولا تعتمد على المراية الشمال كثير، ثانيا أنك تزمر وتنتبه وتطلع بين المراية مع بعض مش متعود عليها، خلص تعودت أنه شايف الخطر من بعيد وببعد. نسميها السواقة العرفية، السواقة العرفية ما بتزبط بالفحص بالمرة. يلا روح. طبعا زملائي المدربين في عمان، إذا شفت الفيديو في عندي أي خطأ في الأماكن صوبوني، ما عندي أي مشكلة. تمام. سيارة التدريب هون واقفة، وقفة بعيدة عن تسكيرة المسار، وقفة نصفية، هاي في فتحة مجال للسيارة تتجاوز على شمالها. يعني أنا لو إجيت تجاوزت الآن عن شمالها وصار حادث بينه وبينها، الحق عليها تغيير مسرب، اتخاذ المسرب الصحيح. من الشغلات اللي كثير بدققوا عليها بالفحص، محمد بنتبه منيح لليمين، أحسنت محمد. الآن فهم أني أنا بفحص فحص حقيقي، مفكرني كنت أمزح معه لما قلت له بدي أفحصك فحص حقيقي وعيب على كل شيء بسواقتك. محمد فوتتها لسيارة التدريب على الساحة أفضل من فوتك، أنت كثير بتقرب، الفاحصين بيخافوا من القرب، ما بيعرف أنك سايق عمومي. أنت بدك تسوق معي سواقة سيارة خصوصي، واحد يفحص للخصوصي. سيارة التدريب كانت أنجح بالبعد عنك عن اليمين، ما تقرب لهالدرجة، سكر مسرب بس على قدر أنه ما حد يتجاوز عن يمينك. صحيح، انتباه نقاط عمياء. أشوف دير بالك يكون في سيارة على يمينك وانت ما وقفت زمرت لها وغمست لها. انا ما راح احكي لك، انا راح اقتنص الفرصة اني اعيب على سواقتك بصراحة، سامحني. بدنا نروح سيدة دغري، ما بدي اروح لا يمين ولا شمال. سؤال، هاي التقاطع ترك البنزين، هدي نزل السرعة ل10، روح. مع انه هذا التقاطع بظن انه في ما زمر ولا حط غماز شمال ولا انتبه، صح؟ مشيتك كثير بطيئه، وقف على اليمين، طلعوا ركزوا لي كيف بوقف. محمد احسن اشي فيه الوقفات، بوقف بشكل صحيح، لف ورجع اشوف. غلط، راسب، وقف. إذا ما حطيت غماز وستيرنج ومراقب وانتباه ولا سنتي تمشي السيارة غير لما يخلص الستيرنج. أما هاي المشية مع الستيرنج مرفوضة في الترخيص. تمام؟ يلا. شو شعورك وانت بتفحص مستوى بعد هالعمر؟ أبويا؟ الرسبو كمان مرة لأبويا؟ رسبو لا زمر ولا حط غماز ولا اطلع بالمراية للأسف.
طبعا هو بالمسرب الداخلي كونه ناوي يعمل دوران كامل، لاحظتوا مش زي لما كان دروع اليمين يتخذ المسرب الخارجي. هاي شخص تقف، هاي أصبح معناته الشوارع فرعية وأنا الشارع عليه رئيسي، هيك اكتملت الصورة. روح دغري. طيب أنا شارع رئيسي وفي من شمالي شارع عليه شخص تقف، الإجراء الصحيح أوقف؟ لا، أنا رئيسي ما بوقف، بس إني أسرع كمان لا، لازم ارفع اجر عن البنزين، اخذ حذر وانتباه بس بتنزيل السرعه واكمل، مش اوقف لحدا. بس في ناس ما بتوقف لك مشال الفرار الرئيسي، وبالحركه تقدر تتفادى الحادث. لا دغري بالله يا محمد لو سمحت، بدناش نفس المكان. هذا دواء شارع، هذا اربع مسارب، كم مرحله بده دوران؟ مرحله واحده، ففيش داعي يعني. بدنا نروح على اليمين، نشيل السيارة على اليمين. بصير تلف من عند تقاطع يا معلم، بصير تلف من عند تقاطع. لا ما بصير، بس بدك تبلش. يلا، ما انا قلت لك روح لي على اليمين، ما رحت. بدك تطلع لي على الشمال يعني؟ خلص هسه صار شمال، ما بدي، روح دغري. غماش ما نروح على الشمال. اشوف اتخذ النص العجل الشمال بس يلمس منتصف الخط الفاصل، مش تعمل لي زي قبل شوي. طبعا وقفت محمد راس بليش؟ عادي. وقف على اليمين، وقف على اليمين، جيب العجل اليمين على التراب الابيض شوي، نزلها على التراب الابيض بس. يلا لف ورجع. طب هي حركتهم انه حركتهم هم عطلوا التدريب للسواقه هذول. هذا الدوران كم مرة أخذ معك؟ خمسة. بس هاي مرة الرابعة تحط غيار، حطيت ريفرس دي ريفرس دي ريفرس دي، خمسة. يلا غماس مال وزمورين. طلعت المدربة بدون ما تعطينا لا غم يعني، ما انتبهت مع رغم انه زمرنا لها يعني، بس ما بدنا نجيب اسم المركز والنمره.